أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته. في هذه السلسلة وفي هذه الحلقة بالتحديد نتحدث عن الآية 95 من السورة المباركة سورة البقرة. في هذه الآية نقرأ: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية نحن أمام صفة سلبية سيئة من صفات الإنسان، لو لا يتحكم الإنسان بنفسه، ولو لا يلجم الإنسان سلوكه، ولو لا يلجم الإنسان أهواءه وقلبه. هذه الحرص على البقاء في الدنيا، وأن يتمنى الإنسان أن يطول عمره حتى لا ينتهي، وأن يتصرف على هذا الأساس. أحبائي، إن أحببنا شيئا فهذا التعلق العاطفي بهذا الشيء سيتحول إلى مسار الإنسان ومحركا للإنسان ومحفزا للسلوك عليه. على الإنسان أن يتحكم بكل عواطفه ومشاعره، وأن لا يكون الحرص الأعظم لديه هو حرص طول العمر، أن يكون الإنسان حريصا على أن يتمنى من الدنيا أطول الأيام ومن العمر أطول الأعمار. هذا خطر، لأن الإنسان المتوهم بأنه سيعيش معمرا وطويل العمر، هذا الإنسان يقوم بتسويف الخير إلى الأبد، إلى الغد الذي قد لا يشهده. فعلى الإنسان كما جاء في بعض الروايات أن يتصرف في الدنيا فيما يتعلق بالماديات كأنه سوف يموت متأخرا، كي لا يقصر في بناء الدنيا فيما فيه خير، وفيما يتعلق بالآخرة وكأنه يموت غدا. يعني أن يكون الإنسان لا يشوش الدنيا من خلال الكآبة والخوف والقلق من الموت، وكأن الإنسان مرتاح يعيش طويلا. إذن أتقن ما هو أمامك في الدنيا، لأنك حتى لو بقيت ساعة يجب أن يكون السلوك والعمل متقنا. أنت تذهب وعملك سيستمر، وعملك وأثرك وتأليفك وخيرك وابنك سيستمرون من بعدك، إذن فليكن كل هذه الأعمال متقنة. أما فيما يتعلق بالآخرة فعلى الإنسان أن يرى الموت بالباب، وفي كل لحظة يمكن أن يخسر حياته. لذلك الحرص على حياة، أي أن يبقى الإنسان حريصا على أن يستمر له الحياة، هذا خطر يسبب مفاسد كثيرة. نعوذ بالله من هذه الصفة السيئة، ونسأل الله التوبة والوعي والبصيرة فيما يتعلق بمعادنا وبحسابنا وبكتابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.